إلى تفاصيل هذه النشرة، أهلا بكم. تقدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى الصحفيين العراقيين بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الصحافة الذي يتزامن مع ذكرى 152 لتأسيس صحيفة الزوراء، داعيا إلى مواصلة رسالة الوطن في محاربة الفكر المتطرف وتثبيت ركائز الوحدة الوطنية. واستذكر المحافظ بهذه المناسبة تضحيات الشهداء الأبطال من الصحفيين والإعلاميين في معارك التحرير والدفاع عن سيادة العراق ورفض الإرهاب والفتن والدفاع عن حقيقة الانتماء إلى بلاد الرافدين، داعيا الله عز وجل بالرحمة والغفران لشهداء كلمة الحق والشفاء العاجل للجرحى ولأسرهم ومحبيهم الصبر الجميل.